تتنفذ من بوزيان ويدخل طارق ثابت في مرة أولى، تمشي الكرة لماهر كنزاري، ماهر كنزاري جابرييل كولوزي، وكولوزي معاه إيغور سوسو، وكولوزي مازال محافظ على كورته في اتجاه حسن القابسي داخل مناطق الجزاء والتسديد والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي قبل 3 دقائق من انتهاء الحصة الإضافية الثانية. كان توغل من اللاعب جابرييل وكولوزي داخل مناطق دفاع النادي الإفريقي، ويرى اللاعب حسان القابسي طليق من الجهة اليمنى يمرر الكرة، حسان القابسي ما يخليش الفرصة تضيع على فريقه، وبتسديدة قوية بالرجل اليمنى تمكن من مضاعفة النتيجة لصالح الترجي الذي تنسى إعادة العملية. كانت تمريرة ذكية جدا من كولوزي، وبكل قوة بالرجل اليمنى يتمكن حسان القابسي من مضاعفة النتيجة لصالح الترجي الذي تنسى. إعادة من زاوية أخرى للهدف الثاني لصالح الترجي الذي تنسى. مرة أخرى إعادة لهدف حسن القابسي الحصة الإضافية الثانية. يستأنف إذن اللاعب، يمشي الكرة لبوزيان.